من قلب البلد. صوتكن رح يكون حاضر معنا يوميا بشهر رمضان الكريم. من قلب البلد مع زين، خليكن معنا عهوى راديو سوريا. منرحب بكل اللي عم يسمعونا عهوى راديو سوريالي بحلقة جديدة من برنامج من قلب البلد. هي السنة برمضان وقت الفطور عم بيكون متأخر، يعني الساعة 8 تقريبا، فلبين الواحد ما يفطر ويرتاح بيضيع الوقت وما عاد يقدر يعمل شي غالبا، خصوصا انه في خوف من الوضع الامني بالذات عن الناس اللي ساكنين بمناطق بعيدة عن قلب المدينة. انه ممكن بيقدم متأخر فما في وقت بنوم، وغير الاوضاع وقطع الكهرباء، فانه بتحس انه ما في مجال واحد ينزل. يعني قبل الاوضاع واحد كان ينزل على الشام، حتى كنا ننزل على السوق بعد التراويح انه عادي، بس هلا كونه اوضاع وساكنين منطقة يعني بالريف فكتير صعب يعني واحد ينزل. فانه بسط شيء انه انا ورفقاتي كل مثلا خميس نطلع على الجمعية، او مثلا في عنا كافيه عنا بالحارة، بس صعب كتير واحد يحضر انه اجواء المونديال وهيك، لانه كونه كله شباب فعم نضطر نحضر المباراة بالبيت. البعض تجاوز الخوف اللي خلقته الظروف اللي عم تعيشها البلد وقرر انه يطلع، بس بيضل عم بيعاني من صعوبات اهم المواصلات اللي بتخف بعد الفطور. عم نقضيها بالقهوة اللي بالحارة عنا، عم نمشي الحال، بس وقت المباريات عم نطلع على الربوة يعني، بس عم لاقي مشكلة رجع على البيت وقت متأخر. اللي بيته خارج المدينة صعب بيرجع على البيت يعني، بس عم نمشي حالنا، عم لاقي والله في عالم يعني ماشي الحال الحمد لله، بس صعب واحد يطلع برمضان. هلا ما في مجال، وقت متأخر وما في وقت، ما في وقت. من قلب البلد عهوى راديو سوريالي. سكان المناطق القريبة من مركز المدينة بيكون وضعهم أفضل وبتكون حركتهم أسهل حتى لو كان الوقت متأخر. والله برمضان يعني إجباري واحد بده يخفف، بس أنا بما أنه ساكن بالمزي ففي عنا كافيه جنب بيتنا، فأنه كل يوم بنزل مع رفقاتي وبعد الإفطار أو منزل الساعة 11 بنضل مثلا نلعب شدة وبنتسلى لوقت السحور، برجع بعدين بتسحر وبنام. يعني عم حاول أخلق مشاريع من عندي. لهون بتكون خلصت حلقتنا اليوم. أنا برجع بلتقي فيكم بحلقة جديدة من قلب البلد. لا تنسوا تسمعونا على موقعنا سوريالي.com وتتابعوا أرشيفنا على ساوند كلاود وتولفوا علينا FM. من قلب البلد، صوتكن رح يكون حاضر معنا يوميا بشهر رمضان الكريم. من قلب البلد مع زين عهوى راديو سوريا. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014.